إذا لاحظوا الأحداث الكبرى حصلت في شهر رمضان. ليلة واحدة في شهر رمضان خير من ألف شهر، وكلمة ألف على تعبير أهل البيت ما تعني الألف فقط بالذات، وإن كان هي داخل الألف داخلة، لكن تعني شيء لا حدود له أبدا، شيء لا حدود، لأنه بمقاييس الله، بموازين الله وليس بموازيننا نحن. فليلة واحدة في هذا الشهر هي خير من ألف شهر. بعدين إلك أنت المؤمن الموالي أقول لك الملاحظة، دائما ليلة القدر مرتبطة بيوم عاشوراء. سمعوا كلامي أحبابي، ليلة القدر دائما ليلة 23 مرتبطة بعاشوراء. ليلة 23 لما تكون ليلة الجمعة عاشوراء يوم الجمعة، إذا ليلة القدر كانت السبت عاشوراء السبت على جنة. ليلة الاثنين ليلة القدر عاشوراء يوم عاشوراء يوم الاثنين. إذا كانت ليلة القدر ليلة الجمعة يوم العاشر يوم الجمعة، ما يحتاج تحسب ولا كل شيء. التفت، هذا حساب الإمام الباقر، لأن الأشهر القمرية 12 شهرا، 6 كاملة و6 ناقصة، وتبدأ السنة القمرية على فكر أهل البيت وتقويم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لما يخرج له تقويم، تقويم الإمام المهدي، السنة تبدأ بشهر رمضان. ملتفت، احنا الآن السنة الهجرية وين تبدأ؟ محرم، وهذا خطأ. محرم احنا ماشيين على الترتيب، لكنه خطأ كبير. شوف، إذا بدأت في محرم، لاحظ القصة وين؟ عندك 3 أشهر حرم، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. هنا على الترتيب هذا، أنه أول السنة محرم، انفصلوا الأشهر الحرم، صار محرم بالسنة القادمة اللي إجتك، لاحظ. وذول الأشهر الثلاثة انفصل بعضهم عن بعض، رجب واحد يكون هناك. لذلك بنو أمية جعلوا شهر محرم أول السنة الهجرية، لأنهم يعيدون بقتل الحسين، وإلا محرم ما إلى علاقة بالسنة الهجرية. رسول الله هاجر يوم 12 ربيع الأول، هذه السنة والشيعة يذكرونها، ما هاجر بمحرم، ما في محرم. محرم أعياد بني أمية بقتل الحسين، ولذلك أول السنة الهجرية. اقرأوا التقويم الآن، التقاويم اللي موجودة المطبوعة في بلادنا العربية والإسلامية، تشوف أول محرم مكتوب أعياد السنة الهجرية. أول محرم عيد عندهم وعطلة، لاحظوا ولا ما لاحظوا؟ عيد. لماذا عيد أول محرم؟ لكم في شهر رمضان المبارك، الإمام روحي له الفداء يجعل شهر رمضان هو أول السنة الهجرية، أول السنة القمرية. شهر رمضان 30 يوما، لا يكون 29 أبدا، لأن الأشهر 6 كاملة و6 ناقصة، شهر 30 شهر 29، 30 29 هكذا. فشهر رمضان لا يكون 29 يوم، مستحيل، لأن الله يقول ولتكملوا العدة، والعدة 30 يوم. فإذا كانت ليلة القدر ليلة الجمعة، شهر محرم عاشوراء يوم العاشر يكون يوم الجمعة. تمشي معاها هالشكل، لاحظها تمشي معاها. إذا رمضان بدأ يوم الخميس، يوم عاشوراء يكون يوم الجمعة، لأن رمضان ينتهي يوم الجمعة. يبدأ شوال 29 يوم يوم السبت، ينتهي شوال يوم السبت أيضا 29 يوم، من السبت إلى السبت إلى السبت إلى السبت 29 يوم. يبدأ ذي القعدة من يوم الأحد، ذي القعدة 30 يوم، ينتهي ذي القعدة يوم الاثنين، آخر يوم ذي القعدة. الآن لاحظوا، أنتوا كتبوا عندكم وشوفوا هذا الشيء راح يصير. ذي القعدة ينتهي يوم الاثنين، ذي الحجة يبدأ الثلاثاء، وذي الحجة 29 يوم، ينتهي ذي الحجة يوم الثلاثاء. محرم يبدأ الأربعاء، عاشوراء يوم الجمعة.
وهذا خاص بالإمام صاحب الأمر في سنة ظهوره، في يوم ظهوره القصة هكذا تبدأ، ليلة القدر ليلة 23 ليلة الجمعة، ثم تستمر المسائل على هذا الطريق أحبتي.